انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا معايا دلوقتي كمان بطل من ابطال الملعب ده، بطل من الابطال اللي انشأوا هذا الملعب، اللي ساعدوا واجتهدوا عشان الملعب ده يطلع، وهتلاقوني دايما بوصفهم بالابطال عشان الشغل ده ما يعملوش الا مصريين ابطال كعاده كل المصريين. يعني يا فندم مشرف ومنور، شرفنا بيك، شرفنا ومنور الدنيا كلها. يا رب يخليك، اتشرف بحضرتك. معاك المهندس اسلام شريف مدير قسم الجوده بمشروع استاد مصر. حلو. ايه بقى شركه اوراسكو مدير قسم الجوده عمل ايه في الملعب ده؟ احنا طبعا بنسمع كل كلمه، احنا بننفذ الاعمال طبقا لمعايير الجوده العالميه. عظيم. ايه بقى ايه معايير الجوده العالميه؟ أيوة. ان احنا نطلع كل حاجه في المشروع دوت باعلى كفاءه ممكنه. عظيم. طبقا للمصنعين. كل حاجه بتتصنع ليها كفاءة وجودة. فاحنا عشان نعمل إنجاز بالحجم دوت ونشرف مصر ورؤية مصر في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية، كنا لازما نبقى دقيقين جدا 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 في جودة كل منتج يتنفذ. فاحنا الحمد لله طبقنا الموضوع دوت في كل الأنظمة الإلكتروميكانيكية اللي في مصر، اللي في المشروع هنا المسؤول عنها، ومنها حضراتكم شايفين حاجات كتيرة هنا في المشروع. يعني دست أول استاد في مصر يبقى فيه 360 درجة كشافات الملعب، إضاءة الملعب، ده هيعكس على الملعب ازاي وإضاءته ازاي، ومبقاش في شادو في اللعيب وهو بيجري كده، تبقى حاجة جميلة جدا. دي الجودة بقى اللي هو التفاصيل، ده اللي هو ايه تفاصيل، مش أيوة. إضاءة وخلاص يا جماعة. لا لا لا، مش بنور لكم نور يعني، لا. وغير كده وكده هي بيتحكم فيها بأعلى أنظمة التحكم. عظيم. في الإيفنتات بقى والحاجات اللي يتنور وتطفي حرك، ممكن من الكنترول روم اللي موجودة عندنا في الدور الرابع دوت نعمل كل حاجة في الإضاءة، مش جاست بس بتنور وتطفي، لا. تقدر تعمل ديمينج، تقدر تعلي وتوضي شدد الإضاءة حسب الإيفنتات. في كشافات ليها علاقة بالتراك وليها كشافات علاقة بالملعب. كل حاجة بتشتغل في المسابقة المطلوبة منها. حركة الملعب ده طبعا في ألعاب أولمبية بتحصل، ففي في الألعاب الأولمبية مش كل كشافات الملعب بتشتغل. أيوة. كشافات بعينها بدراسة حسب طلبات الاتحادات الدولية. ممتاز جدا. بيقولوا دايما الراجل اللي هو بيبقى مسؤول عن الجودة ده بيبقى هو أكتر واحد دمه تقيل، عشان جدا. هو بيلف على الناس كلها يقول لهم لا والله اصل مش عاجبانيش غيرها. طبعا. والله مش عارف دي فيها مشكلة، أنا عايز أحسن من كده. طبعا. بس شكلك مش دمك كتير خالص. لا 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 لا. بس شكرا. أنا ليه بسألك السؤال أو بقول لك الصيغة دي؟ إنه أحيانا نقول إيه يا عم هديها، ما هتمشي، ما هي شغالة يعني، ما توقفش على الواحدة. أنتوا هنا وأنتوا بتشتغلوا على الاستاد كنت بتقول إيه؟ ما تعدي دي تعدي، ممكن ما حدش ياخد اللطيفة يعني، ما فيهاش مشكلة. بس ده إنجاز هيتحسب لمصر كلها والمصريين. عظيم. وإحنا فخورين. عظيم. فكان عندنا كل حد اشتغل هنا، كل الستاف اللي اشتغل هنا كان كله شايل هم الجودة. مش شرط المهندس اللي بيشتغل بس، حضرتك بس بتدرب ناس، بتأهلهم، بتديهم حبة كلام، بس كل واحد من جواه عاوز يعمل حاجة لمصر وتتحسب له وتحسب لبعد كده يحكي عنها لأولاده ولأحفاده. إن إحنا كلنا ساهمنا في إنجاز زي دوت، فكل الناس اللي ساهمت في الجودة، كل الناس اللي اشتغلت كلنا تقريبا من نفس الجيل يعني، الحمد لله. فكنا مثلا نروح نقعد في حتة يقول لك إيه بس كانت تقفلها مش حلو، بس أصل كانت الإضاءة كان ممكن تبقى أحسن من كده. كان دايما عندنا مشكلة زمان طبعا في الحاجات دي. انت دلوقتي بتقول لي وانا شفت ده بعناية بصراحه، مش بس طبعا. عشان بتقول لي عشان بس يبقى دي شهاده حق يعني. أيوة. ان كل تفصيله وانا داخل ليها معنى وما فيهاش غلط. حضرتك احنا بنبدا شغل من بدري قوي، من اول ما الخامات بتوصل او بتتصنع في المصانع. أيوة. لا، في ناس مننا بيروحوا يشوفوها بتتصنع من بره مصر او جوه مصر، ويستلموها اول ما تخش الموقع. لازم أن تبقى الخامات المستخدمه كلها على جوده. فاهم. وبعد كده لازم الايد العامله اللي بتشتغل في الحاجه دي تبقى على جوده. بعد كده برضو مش هنسيب الموضوع كده، هنشرف على كل شغلنا بتبقى متكونه من خطوات. ممتاز. ما ينفعش نشوفها في الاخر خالص. هيحصل حركه، هتشوف ان في حبه ديفولت هتحصل في النص. لا، احنا لازم نشوف كل الخطوات ديت خطوه بخطوه ونتاكد ان هي تمت عشان تنقل على الخطوه اللي بعدها، عشان الحمد لله نطلع بالشكل اللي حضرتك عشان لما اي حد يسلمك في الاخر ما تقولش اديلي ده كله بقى ونبدا من الاول. لا، انت طبعاً. ماشي خطوه بخطوه معاه. طبعا طبعا. احنا عندنا كمان نظام قوي جدا في الشركه عندنا داخليا. عظيم. بكل حاجه بتتليها بتتسجل في ريبورتات، عشان اي حد بعد كده هيجي يشغل المدينه الاستاد دوت هياخد كل خطوه في الاستاد ديت اتعملت بورق وتسليمات ومختبره مره واثنين وثلاثه لتاكد من سلامتها. باشمهندس انا بشكرك، شكرا جزيلا، سعيد جدا بلقائك. اشكرك. شكرا جدا لحضرتك.